يمثل انتحال الشخصيات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو استخدام ملفات التعريف المزيفة واحداً من أكثر الطرق شيوعاً لتنفيذ هجمات سرقة البيانات عبر هذه الشبكات، حيث يقدم المستخدمون أنفسهم في حسابات تنتحل هوية شخصيات حقيقية أو وهمية، وهو ما يبرز إشكالية حقيقية تهدد الأفراد والمجتمعات. وفي بعض الحالات التي تندرج تحت مسميات الانتحال هي انتحال الألقاب والمسميات. حيث نصادف في بعض الأحيان حسابات عشوائية توهم الأشخاص بمسمياتها الوظيفية المختلفة، يجرؤ البعض أيضاً على إعطاء بعض النصائح تحت هذه المسميات التي يصدقها البعض، التي من الممكن أن تتسبب بالأذى. هل سنرى ضوابط مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي يوماً ما تحث على إرفاق ما يثبت المسمى أو اللقب الذي ينسبه البعض لنفسه؟ الأمر الذي لا يمكن إنكاره هو دورنا كأشخاص في محاربة هذا النوع من الانتحال من خلال التوعية قانونياً حول الموضوع والتصرف الصحيح في حال مواجهته. لكن سؤالنا لليوم، في حال صادفتنا مثل هذه المواقف، كيف نتثبت من صدقية هذه الألقاب وكيف نتأكد من أنها معتمدة مهنياً؟